بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي وأهلي وأخواتي وصحابي وأصدقائي. مش بحب أقول المشاهدين زي ما أنتوا عارفين، عشان أنتوا أهلي وأنتوا حبايبي. والأول كده في بداية الحلقة بحب أشكر كل الناس اللي بيدعموني واللي بيشجعوني واللي واقفين في ظهري وهم سند ليا بعد ربنا. طبعا في بداية الحلقة أحب أتقدم بكل التهنئة وكل الترحيب وأقول الحمد لله على السلامة لسيادة المستشار أحمد نبيل. الحمد لله على سلامتك ونورت الدنيا كلها، وربنا يا رب يديك الصحة ويديك العافية. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. وطبعا معانا بقى حاجة تانية هنكمل بقى الحلقة خالص، طبعا العزاء لبطلة من أبطال الجيش الأبيض اللي هي بطلة محافظة كفر الشيخ، طبعا زميلتي وحبيبتي مس ليلى إبراهيم. مس ليلى طبعا كانت من الناس أو الدفعة اللي كانت موجودة في مستشفى العزل في بلطيم وتوفت بسبب كورونا، وطبعا بندعي لها كلنا بالرحمة يا رب، وربنا يرحمها وينزل رحمته عليها في يوم الجمعة. وبفتكر بالمرة برضو طبعا دكتور الفقيد محافظة كفر الشيخ الدكتور أحمد ماضي، اللي هو كان من أول الناس اللي كانت في مواجهة كورونا، بندعي له بالرحمة وربنا يرحمه يا رب. وبندعي لأهلهم وأحبابهم بالصبر والسلوان، وربنا يرحمهم جميعا يا رب برحمته، وربنا يشفي أمراض المسلمين يا رب العالمين. طبعا برضو احنا عايزين نقول ان احنا طبعا كلنا بنمر بحاجات كتير قوي، وعايزة ابدأ بيها النهاردة ان انا شفت كده كذا حاجة او اكتر من مشكلة على الفيسبوك بسبب القعدات العرفية والجلسات العرفية. يعني احب ان انا انوه ان احنا معانا النهاردة زي ما انتم عارفين وسبق ونوهت عن وجود بناء على رغباتكم وطلباتكم سيادة المستشار عبد الفتاح علام ابن محافظة كفر الشيخ، اللي احنا دايما هو موجود معانا، ونتمنى يكمل بقية سلسلة سيادة المستشار يكمل السلسلة معانا عشان يرد على كل أسئلتكم. طبعا كل حلقة بتختلف عن التانية، بس لو في أي استفسار أي أسئلة احنا متواجدين معاكم. وفاصل ونعود وانتظر. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ونتمنى ان انتوا تكملوا معانا وتتواصلوا معانا بناء على رغباتكم وطلباتكم. معانا سياده المستشار عبد الفتاح علام، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، متشرف بوجودي معاكم. طبعا الناس طبعا كانوا طالبين حضرتك بالاسم بعد الحلقتين اللي فاتوا. لا انا اللي الشرف طبعا. الله يكرمك. وآلاء فريز اهلا، منوره يا لولو. اهلا وسهلا بيكم. وطبعا زي ما انتم عارفين ان في حاجه اسمها الجلسات العرفيه، وكل ما بيحصل فيها من مشاكل وحاجات كتير قوي وضياع حقوق في بعض الاوقات، وبعض الناس بتضيع حقوقهم بسبب الجلسات العرفيه. طبعا الجلسات العرفيه دي من اول من عشرات السنين او من هنقول من سنين، وهي متواجده ومتوارثه يعني ما بيننا، ما بين اي اسره ما بين اي بيت ما بين اي في اي مكان في جلسات عرفيه بتتم. بس احنا عايزين نعرف النهارده مجموعه الاعضاء اللي بيقوموا بفض النزاع ده بين شخص والتاني او بين اسره والتانيه. عايزين نسال الاشخاص دولت، نسال سياده المستشار الاشخاص دولت هل فيهم صفات معينه او الناس بتختارهم بناء على ايه؟ ايه الصفات المتواجده فيهم؟ شوف حضرتك، اول احنا المفترض نقوله يعني ايه جلسه عرفيه؟ يعني يعني عايزين نقوله يعني ايه جلسه عرفيه؟ وايه معنى الفرق بين العرف والقانون؟ تمام حضرتك كده؟ اتفضل. يبقى بدايه عشان اقدر احدد يعني ايه جلسه عرفيه وامتيازاتها وعيوبها، يبقى المفترض الاول اقول ايه الفرق بين الجلسه العرفيه والاحكام العرفيه والاحكام القضائيه. بس هو في تنويه بعد اذن حضرتك ان احنا معروف عندنا ان القانون ده حاجه لازم تطبق، يعني حاجه موجوده، ده الفرق. لكن العرفيه بتبقى حاجه اختياريه كده. لا الفرق حضرتك ببساطه زي ما حضرتك قلت كده، ان العرف اختياري تمام. اما القانون اجباري والزامي. تمام. ليه سعادتك؟ هو ايه القانون؟ يعني اما نيجي نقول يعني ايه القانون؟ تمام. القانون حضرتك ده عبارة عن مجموعة قواعد التزم بها المجتمع في منظومة دولية معينة خاصة بكيان أو إقليم محدد أو جغرافي. تمام. وبناء عليه هي عادات وتقاليد توارثتها الأجيال بالعرف. تمام. يعني انت واخد بال سعادتك؟
فالعرف هو القانون، لكن الفرق بين الاثنين ان العرف غير ملزم. تمام سعادتك كده؟ القانون ملزم، لان الدوله النهارده حضرتك الاول قديما كان العرف هو اللي بيسوق، لكن كان بيمتاز العرف ان هو بياخد قوته التنفيذيه، مع انه ما كانش ملزم، ولكن كان ملزم بقوه الاشخاص اللي متواجدين في الجلسات العرفيه، فكان بيتم حل النزاع بقوه الاشخاص اللي موجوده. النهارده شيخ قبيله، كبير عائله، لكن مع وجود وسيطره ونفوذ الدوله تحول العرف الى قانون ملزم من خلال الجهات التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه. طيب يبقى حضرتك النهارده عايزين نقول العرف، ان العرف ده هو برضو مجموعه القواعد اللي اتفق عليها اشخاص معينين في اقليم جغرافي محدد، لان النهارده حضرتك التقاليد اللي عندك غير التقاليد اللي في دوله تانية، الاحكام القانونيه اللي عندك غير الاحكام القانونيه اللي في دوله تانية. مفترض النهارده انا يكون في فعل بعمله والفعل ده غير مجرم في دولتي، ونفس الفعل في دوله اخرى يجرم. ما معنى ان هو يجرم هنا ولا يجرم في دوله اخرى؟ يجرم لان احنا قلنا ان هو عرف وهي تقاليد اعتادت عليها الاشخاص، وبالتالي عندما تاتي الدوله لتنظم هذه الشؤون انما تنظمها بطريقه قانونيه ملزمه، يبقى فيها تنفيذ. هو ده الفرق بين العرف والقانون. فالعرف هو جزء او هو الاصل في القانون، القانون مؤخذ من نعم. الاعادات العرفيه بتكون يعني في اوقات معينه بتكون احسن او اوجب، اللي هي يعني بمعنى اصح انا ما ببقى عارف فلان ده تمام، بعرف اتعامل معاه، انا عارف ان ده فلان وده فلان واحنا عارفينهم في القعده العرفيه، باختلاف ان القاضي مثلا ما بيبقاش عارف ده، فايهما اصح او ايهما؟ بص حضرتك يا فندم، احنا من ناحيه الوجهه القانونيه لموضوع العرف والقانون، في بعض الاراء القانونيه بتقول ان احنا يجب ان ننهي حالات الجلسات العرفيه، وفي بعض الاخر بتقول يجب أن نفعل وننشط الدور الجلسات العرفية. ولكل وجهة نظرة معينة ورأي. فما نيجي النهاردة نقول ليه في بعض الآراء بتقول إن احنا يجب أن نمحو الجلسة العرفية والجلسات العرفية من المجتمع، لأن هي بتقول لك النهاردة إن هو يعتبر شيء موازي للقانون، وبالتالي ممكن يفرض سيطرته على القانون. في بعض الآراء تقول لك لا، أسفين، يا ريت يفترض ان احنا نفعل الدور النشاطي للعرف والجلسات العرفيه. ليه؟ لان النهارده حضرتك عندنا كم القضايا مقابل الكم، يعني النهارده لو جينا عملنا مناظره كم القضايا وكم المحاكم وكم القضاة، فبنلاقي ان القضايا هامه جدا وبتتكاثر، وممكن تقعد سنه وسنوات تتكاثر بالسنوات. احنا 5 مليون تقريبا وعدد المحاكم. لا انت قصدك 5 مليون ده في حالات مثلا بعض القضايا القضايا دي، القضايا نفسها 15 مليون قضايا كذا، وفي 30 مليون قضايا، في قضايا في كم قضايا. الجلسات العرفيه بالبلدي كده اما بنيجي نقولوها بيقول لك اللي المحكمه تفصل فيه في 10 سنين القعده العرفيه تحله في ساعه. صح، تحله في قعده واحده. ليه العله؟ لان بيشترط في الجلسه العرفيه ديت لها اشتراطات خاصه. ما هي الاشتراطات الخاصه؟ الاشتراطات الخاصه اولا اختيار الاعضاء والامين. هو ده السؤال اللي انا نوهت لحضرتك تمام في اول الحلقه. تمام سعادتك. اللي هم الاشخاص نفسهم. الاشخاص ديت ازاي بيتم اختيارهم حضرتك؟ تمام، يتم اختيار هؤلاء الاشخاص بناء على السمعه الطيبه والقدره والحكمه. فهي تؤخذ من ماخذ الحكمه والقدره واستطاعة السيطرة وفرض الأحكام لتنفيذها. فبالتالي يكون إنسان حسن الخلق، ذو هيبة، ذو مكانة مرموقة في مجتمعه، وبالتالي الناس بتستنجد بيه. ده بيبقى اسمه الأمين حضرتك. النهاردة الجلسة العرفية دائما وأبدا تشكل بالآحاد. وما معنى الآحاد؟ معنى الآحاد حضرتك إن النهاردة بيفترض إن في أمين وفي أعضاء الجلسة العرفية. في حالتين حضرتك النهارده لانعقاد الجلسه العرفيه. اول حاله ان انا بيجي الامين، يعني في تنازع حضرتك النهارده بين طرفي نزاع. بيجي الجماعه اللي هم الناس الاشخاص المقربين لطرفي النزاع بيختاروا من الامين، لان الامين ده المفترض لا يعني ملوش علاقه بالطرفين. لا يا فندم، لا يا فندم، ولكن بشرط ان هم يرتضوه. ليه؟ لان في فرق، احنا قلنا برضه هنرجع للقانون بعد اذن حضرتك. أيوة نقطع كلام، معلش. معانا بسيوني من البحيره، اهلا وسهلا استاذ بسيوني. اهلا بيك يا فندم، مساء الخير على أهلاً حضرتك. اهلا بحضرتك، مساء الخير يا فندم، نورتنا. بشكرك جدا طبعا على الحلقه الجميله دي. ربنا يخليك يا فندم. كنت بس حابب بس تديني دقيقه ممكن بس لو اتفضل تحت امرك.
ربنا يخليك. بس كنت عايز استفسر من باشمهندس، كنت عايز استفسر منه حاجه بالنسبه للجلسات العرفيه. كتير جدا بنعرف ان الجلسات العرفيه ليها وقت وليها مواعيد وليها يعني ليها حاجات كتيره جدا ممكن نعرفها بتفصيلا اكتر. انا عارف ان الموضوع كبير جدا وفيه ومحتاج منكم العديد والعديد من الحلقات عشان نشطرنا اكثر في الجلسات العرفيه، لان كنتوا فجرتوا مفاجاه جميله جدا وانا بشكركم جدا عليها. ربنا يخليك يا فندم، شاكر لحضرتك. وانا بجد بشكركم جدا. وسؤالي للباشمهندس، بس انا عايز اعرف، مش باشمهندس سعادتك يا فندم، حدد الادوار حضرتك. باشمهندس يبقى بدني يا فندم. انا حضرتك مستشار قانوني ومحامي، وبناء عليه بتكلم في الاختصاص. اتفضل يا فندم. تمام. معالي المستشار، كنت بس حابب اعرف ان الجلسات العرفيه دي مشتقه من القانون. تمام سعاده، تمام. سؤال جميل بصراحه. اتفضل. ده السؤال حضرتك؟ بس يا فندم مشتقه من القانون. تمام. كلام جميل، متشكرين لحضرتك يا فندم، متشكرين اول اتصالك وسعداء قوي باتصالاتكم. سؤال جميل، وكانت المفروض على فكره حضرتك احنا لا احنا بالعكس والله. حضرتك احنا اول كلام قلناه قلنا ان هو اصلا القانون هو المشتق من العرف. انت حضرتك كنت بتفرق بين القانون والعرف. ده احنا القانون بقى هو المشتق من العرف، لان هو قلنا الاساس الجلسه العرفيه او الاحكام العرفيه اللي هي متداوله، ما كانش فيه سيطره ولا نفوذ للايه للدوله. تمام. فبناء عليه كان العرف هو السائد. اما جت الدول ونظمت واصبح لها السيطره والغلبة على الوطن او الحدود الجغرافيه بتاعته، فبالتالي نظم القانون. ودلوقتي كانت نتيجه حتميه للعرف، وبالتالي برضو بدات الناس تتجه للمحاكم اكتر من الجلسات العرفيه. تفعيل دور الدوله والسيطره، لان في مشكله احنا لسه عايزين نقولهم ايه المميزات وايه الجلسات العرفيه. لان الجلسه العرفيه النهارده حضرتك هي غير ملزمه. يعني نقدر نقوله مثلا واحد بيقعد ومثلا صاحب حق او صاحب مظلمه والطرف الثاني بيحاول يتهرب فلا يلقى قبولا لديه الحكم. تمام. فانا اسف في التعبير، يقول لك شرع الله عندي غيركم، مش ده اللي بيحصل؟ طيب حقيقي. اما القانون، لان انا في العرف بختار القاضي بتاعي فده حق اختياري. اما في المحكمه انا ما بختارش القاضي بتاعي، هو حق الزامي وجوبي. تمام حضرتك. فبناء عليه القانون هو اللي مشتق من العرف، لان هو نتيجه حتميه للعرف. نتمنى ان طريقه الزاميه، نتمنى تكون الاجابه استاذ بسوني اسمها طبعا، واجابه مختصره. وعشان كده زي ما قلت لحضرتك الناس مرحبين بوجود حضرتك وطالبينك دايما، ان حضرتك بتبسط المعلومه لهم، بتوصلهم بشكل بسيط ومبسط، غير الكلكعه بتاعه القوانين اللي احنا كنا بنتكلم. لا هو مفيش كلكعه، ولكن هي الفكره في حاجات كده، القانون رقم كذا الخطا فيها يا فندم. انما المفترض النهارده كطبيب، كمحامي، كمهندس، المفترض النهارده ان في ضريبه اخلاقيه ومجتمعيه عليا. تمام. يبقى المفترض النهارده ان القانون ده، يعني المفترض في العموم ان اي شخص يجب ان هو يعرف شيء من كل من شيء، يعني شيء من كل شيء، ما يعرفش كل شيء. لكن في القانون تحديدا المفترض ان الناس تعرف القانون، لان لا يجوز الجهل بالقانون. تمام حضرتك كده. فانا النهارده حضرتك اما بكون بشرف معاكم النهارده، فانا مش جاي النهارده املي على الساده المشاهدين ماده كذا بتقول كذا، ده مش شغله، ده مش اختصاصه. انا جاي النهارده حضرتك لا امليه، لانه ليس طالب امان ولست اكاديمي، ولكن انا النهارده حاضر عشان اقول له الماده دي بتقول ايه. تمام. معناها ايه؟ انا مش عايز من الساده المشاهدين يحفظوا ماده مش تخصصهم. صح. تمام. فبناء عليه سعادتك انا جاي افسر يعني ايه بتقولي ليه ليه سعادتك بقى، لان القانون دايما يقاس بالكيف لا بالكم. معنى ايه الكم او الكيف سعادتك النهارده؟ وليفترض مثلا زي ما تحدثنا قبل الجلسه قبل الحلقه، وقلنا مثلا ان دايما في حاجه في القانون اسمها القصد الجنائي والقصد الجنائي الخاص. زي مثلا حضرتك ما كنا بنتكلم في قضايا الدم فيما يخص مثلا المجالس العرفيه. أي. قلنا يعني ليه دايما، وانت سالتيني السؤال ده كذا مره، قلت لي ليه دايما مثلا الاقي قضيه دم واخده شو اعلامي واخده كذا. ده دي لسه بعد اذن حضرتك هنفتح لها مجال تاني. هو اصلا لا ما تضيعش علينا. طيب الحلقه. طيب نرجع للجلسه العرفيه. دي هنبداها، دي لها سؤال تاني. طيب. لوحدها خالص عشان هو عشان بس الجلسه العرفيه موضوع كبير جدا. طب احنا عايزين نعرف هي الجلسه العرفيه. بعد اذنكم معانا مداخله بعد اذن حضرتك. استاذ وائل اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذة وازاي ضيفك الكرام؟ ازاي حضرتك يا فندم، نورتنا. ربنا يخليك، احنا اللي بنور بيكم والله. ربنا يعزك يا رب، متشكرين لذوقك. والله يا استاذة اسماء احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي. انا وائل صبحي البلقاسي من قرية الشهيدي مركز المحلة الكبرى. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. محافظة الغربية. اتفضل.
ربنا يخليك. عندنا حضرتك 3 مختطفين في قريه ليبيا من قريه الشهيدي، بقالهم دلوقتي اكتر من 25 يوم اهاليهم ما بتنامش، ومختطفين في ليبيا في منطقه اسمها الاصابع، وبنسمع ان ناس كتير خرجت وناس طلعت وعيالنا مش سامعين عنهم اي خبر. انت حضرتك بتناشد من هنا الساده المسؤولين؟ انا بناشد الساده المسؤولين وكل من يهمه الامر، وزاره الخارجيه، بناشد السفاره هناك في ليبيا، بناشد السيد الرئيس السيسي اللي يشوفوا لنا حل لعيالنا. 3 اولاد اهاليهم متشحتفه عليهم والله، الامهات بتعيط ليل ونهار، البلد كلها منهاره بسبب ال3 شباب زي الورد، وعيالهم يا عيني متدمرين وبيتهم متدمره ومش عارفين عنهم اي خبر. لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا استاذه متدمرين، بلد الشهيد دي متدمره بسبب عيالها. ثلاث شباب. 3 شباب منهم 2 اخوات. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يصبر قلب والدتهم. متشكرين لحضرتك جدا ومتشكرين لاتصالك، وان شاء الله اكيد صوتك يعني انا مش عارفه بصراحه اقول يعني إيه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يصل صوتهم الى الجهات المختصه، وطبعا الدوله دايما قائمه وفي ظهر مواطنيها. وباذن المولى عز وجل. وعلى فكره يعني انا اسمع ان اكتر من كم صياد وكم واحد بيتخطفوا في ليبيا، فاحنا عايزين يعني يبقى في حاجه حد للموضوع ده. احنا بنطالب من هنا يعني الساده المسؤولين يكونوا سامعين طبعا نداء ام بتستغيث واب بيستغيث ان هم عايزين ولادهم، ونتمنى صوت الاستاذ وائل يكون وصل. نرجع لموضوعنا بقى لموضوع. احنا عايزين بس نعرف الاول، هي الجلسات العرفيه دي هل هي يعني بتكون مثلا نازله على يعني على شخص كانها كقانون، وممكن مثلا لو واحد فيهم، انت حضرتك كنت لسه بتتكلم في الموضوع ده وما لحقناش نكمله، لو انا مثلا اتحكم عليا في الجلسه بحاجه وانا ما عملتهاش، هل ده الطرف الثاني بقى يقدر ياخد حقه مني بالقانون؟ حلو قوي السؤال ده، وهو ده محور مناقشة حلقة النهاردة. احنا عايزين تقولوا مية، في ناس تقول لك انا بقعد في الجلسة العرفية وان المفترض النهاردة لها اليات، بادئ زي بدأ كده المفترض ان بيجي طرفي التداعي اللي هم صاحب المظلمة والموجه اليه التهمة تمام، او مرتكب الخطأ في حق الطرف الاخر، وبيقوموا بتوقيع ايصالية امانة، ده المعتاد، ايصالين امانة طرف ده والطرف ده، وبيجي يتقابل محضر تحكيم بجلسة عرفية. طيب محضر التحكيم ده بينص عليه بقى، هو ده بقى النقطة اللي حضرتك اتكلمت فيها والمهمة جدا، اللي هي ايه حضرتك النهاردة؟ المفترض النهاردة كجلسة عرفية ملهاش وجه في القانون، لكن بطرق الإثبات أقدر أثبت أحقيتي بموجب محضر الجلسة العرفية. ده ازاي بقى حضرتك النهاردة؟ أولا المفترض إن أنا ما باجي أمضي على إيصالات أمانة ويجي طرف اللي هو المفترض إن هو هينفذ ما قامت به الجلسة العرفية من تحكيم أو قضاء، ممكن يجي يقول أنا آسف أنا مش هنفذ، بل بالأكثر بيروح يقدم شكوى في الراجل الأمين اللي هو المحترم اللي كان ماشي في الخير، اللي المفترض رد الفعل ليه يكون خير، مش إن أنا أتقدم وأقول ده خاين الأمانة. والعلة من كده إن أنا عشان أفسد وأبطل هذه الإيصالات، لأن القانون في المادة 341 نظم إيصال الأمانة، كلام واضح وبسيط. بداية الإيصال أمانة حضرتك بيقول لي إيه؟ استلمت أنا السيد فلان الفلاني مبلغ وقدره لتوصيله للسيد فلان الفلاني، واستلمته من السيد فلان الفلاني، أنا فلان الفلاني استلمت من السيد فلان الفلاني مبلغ وقيمته لتوصيله. إذا لم تكن تلك الوقائع حقيقية وعلى أرض الواقع يفسد ويبطل الإيصال، وإذا ثبت أن هذا الإيصال متحصل من جلسة عرفية فبالتالي يبطل. طب انا النهارده حضرتك قعدت في جلسه عرفيه ومثلا وليكن في خلاف قائم بيني وبين مثلا احد طرفي التداعي، مثلا استاذه اسماء مثلا في شقه انا مختلف معاها فيها، فالنهارده الاستاذه اسماء قعدت معايا، فبالتالي الجلسه العرفيه حكمت بان الاستاذه اسماء تستلم شقتها في المقابل ان انا ليا مبلغ مالي مقابل استلامها الشقه ديت، والمفترض ان انا هاخده بعد شهرين. تمام كده؟ تمام. انت دلوقتي حق. ايوه يا فندم. والاستاذه اسماء استلمت شقتها. تمام. واصبحت مقيمه فيها وحائزه وواضعه اليد المستقره. انا بعد شهرين مطالب من الاستاذه اسماء من خلال الامين ان هو يسدد لي الدين او يسدد لي مشاكل النزاع ده او المشكله القائمه عليها النزاع. يقول له والله انا مش مسدد ما اقدرش. هنا في الحاله دي بقى سعادتك يجي الطرف ده يطالب الامين ويقول له بعد اذنك اديني ايصال امانه. ايوه. تيجي بقى هنا بيحصل معضله مع الامين، الامين يقول له اسف ما اقدرش اسلمك، طب اعمل ايه عشان اسلمك؟ يقول له اتفضل حضرتك كده روح اشتكيني في القسم او في المركز او في النيابه، وانا على استعداد تام لتقديم الاصل.
ما هو في معضله ثانيه، ما هو انا النهارده حضرتك اما اروح اشتكي الامين والامين كمان ما عندوش خلاف ويجي يتقدم بالورقه دي للاسم او المركز او النيابه يقولوا له اسفين شكرا خلي ورقه امانه عندك، والمتضرر عليه اللجوء للقضاء لدعوى تسليم لانه صاحب صفه وصاحب مصلحه. أيوة. وهذا خطا. اولا النهارده حضرتك داخل في مشكله مع استاذه اسماء في نزاع قائم يخصني، استاذن بس عشان المعلومه ديت معلش لابد اكمل المعلومه عشان في مكالمتين معلش يا فندم، اصل دي معلومه عشان الناس تقدر تدرك الموضوع. ماشي يا فندم معلش انا اسف اتفضل. فانا النهارده حضرتك يبقى انا لما اروح اجيب حقي بايصال الامانه يقول لي ما اقدرش اسلمه لك، اتقدم بيه للنيابه وحتى الامين يقول انا موافق يقول له اسف خلي دي امانه عندي، يبقى انا طلعت من حيز مشكلتي الفعليه اللي هي الشقه والمبلغ اللي المفترض اخده لان انا داخل اشتكي الامين. صح. طب نقنن الوضع ده ازاي؟ هنقوله بقى بعد المداخله بعد اذن حضرتك. معانا ام صلاح من كفر الشيخ، اهلا وسهلا بحبايبي واهلي واصحابي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه اسماء؟ اهلا وسهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ احييكي واحيي سياده المستشار والاستاذه الاء وقناه اهلا بحضرتك الجمال والقائمين عليها. وحضرتك بكل خير يا رب. على البرنامج الجميل اللي انت بتقدميه بنت البلد، كفايه اسمه بس بنت البلد. الله يكرمك. الكرامه والشهامه والمروءه. متشكره لحضرتك، شكرا. احيي سياده المستشار على القرارات الحاسمه اللي هو بيقولها. اهلا بحضرتك. وانا عندي حاجه هقولها بالنسبه للقوانين العرفيه. اتفضل. ان الدين بيقول واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. اذا كانت الجلسات العرفيه ديت بتحكم بالعدل واللي هم مستضيفينهم بيتصفوا بالنزاهه والحكم، لكن ما يبقاش في ظلم لا ضرر ولا ضرار. كلام جميل، كلام جميل يا ام صلاح. ان حملنا ان عرضنا الامانات على السماوات والارض فابين ان يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. تمام. بحييك وبحيي البرنامج. الله يخليك يا ام صلاح ومتشكرين قوي وسعداء بمداخلتك والله وشرف لينا والله. متشكرين قوي يا فندم، متشكرين. معانا مداخله ثانيه ام احمد. احمد استاذ احمد من الجيزه. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت معالي المستشار كنت عايز بس اساله على حاجه. اتفضل. لو سمحت. اتفضل اتفضل حضرتك. هو مع فندم كنت عايزكم تتكلموا في موضوع وصولات الامانه اللي الناس بتمضي عليها ما هيش عارفه هي بتمضي على ايه وفي الاخر بتقع في فخ كبير قوي يا فندم. النهارده في ناس محامين يا فندم بياخدوا وصولات الامانه من الناس وبيشتروهم يا فندم من الناس ويروحوا يرفعوا دعوات للناس يا فندم ويرفعوا عليها. لو سمحت ممكن تصيغوا الحلقه دي. حاضر حاضر يا فندم، متشكرين قوي يا استاذ احمد لمداخلتك، متشكرين قوي. موضوع ايصالات الامانه ده لو هو ما بيتقفلش. بص دايما هي مواضيع شائكه. يعني احنا دايما بنقول ان احنا ليه ان احنا موجودين مع اهالينا والساده المشاهدين عشان نوضح لهم الامور اللي بتبقى فيها احتكاك مباشر. طيب. بالمواطن. قصه رسالات الامانه لسه بنتكلم فيها. أيوه. طب احنا نرجع لمرجوعنا، هل برضه هيبقى في مردود للاستاذ اللي اتصل برضه وهنقول له ما احنا قلنا العله في ايصال الامانه. طيب. التسلم والتسليم. والتسليم. ايوه. طيب لو واحد بقى راح فعلا اللي هو الامين وطلب منه ايصال الامانه ده وما ادهلوش ومش هيقدر يديهوله. أيوة. حتى بقول لحضرتك لا النيابه ولا المركز ولا القضاء يقدر يقول له لان انا مش عارف مضمون الايصال هل هو صحيح ولا مش صحيح. فبناء على حضرتك النهارده بيقول له خليه عندك امانه يثبت عندك اللي المتضرر واللي صاحب مصلحه يتفضل يتقدم بدعوى تسليم المستند ده لان صاحب مصلحه. يبقى انا النهارده خرجت من حيز مصلحتي الشخصيه ان انا يعني انا النهارده رايح يمين الاقي نفسي شمال. طيب بنقول ايه بقى حضراتكم؟ في نقطه انا كنت عايز اقولها يعني اللهم بلغت اللهم فاشهد. فضل. ده حقيقي يعني. موضوع القعده العرفيه دايما وابدا اما بنيجي نتممها بيجي السيد الامين والساده الامناء ويقولوا لنا يجب علينا ان احنا نقوم بالحلف على يمين الله وكتابه. ده كان سؤال برضو انا كنت تمام. ما هو احنا هنفصل السؤال. شو جاي بيجاوب اصل انا السؤال ده والوقت المشكله لسه جاي لي انا قايله. طيب ايه القصه دي بقى؟ في سؤال فعلا من احد الناس بيقول فعلا ان هو حلف على المصحف. موجود السؤال ده. وهل يعني سبحان الله انت حضرتك عمال شوف عنه الحجاب. طيب شوفي بقى حضرتك شوفي بقى حضرتك احنا قلنا انا طب احنا عايزين نعرف معلش. طيب. هو السؤال بس زي ما هو جاي لنا ان هو بيقول ان يعني الحلفان في العادات العرفيه تمام هل ده حرام ولا حلال؟ نقول لحضرتك من ناحيه الدين برضو؟ لا الدين ده بصي انا لست رجل دين.
ايوه تمام. وان كنت متدين. طب هل هو قانوني؟ بيتكلم في القانون. طب نقول يا فندم نقول ولا احنا بص يا فندم احنا التجانا لجلسه عرفيه تمام فبناء عليه ده مش قانوني. ده مش تحليف يمين حاسمة امام محكمة. لكن هو بيربطني ليه بكتاب الله؟ هو النهارده بيبقى عايز التزام. فالنهارده احنا بصفتنا ناس مؤمنين وموحدين بالله تمام فبنيجي الطرفين بعد ما يخلصهم بيقول له اتفضل حضرتك كده ده كتاب الله ولا يعني ولا طبعا بنقوله هذا كتاب الله وبيضع كل طرف من المتنازعين يده تحت هذا الكتاب لانه يعلى ولا يعلى عليه. وانا عايز اقف هنا بقى. انا قلت في بدايه الحلقه ان انا مختلف انا والاستاذه اسماء في موضوع شقه. يبقى يجب عليا النهارده حتى لو هتحلفني على يمين الله وتيجي تديني قسم مغلظ وتقول لي اقسم بالله وبكتاب الله وصور الكتاب ايه ايه وحرف حرف تقول لي بقى ان تمت الحل للنزاع القائم بيني وبين الاستاذه اسماء فيما يخص المشكله اللي احنا قاعدين عليها. وشكرا. يعني المفترض النهارده اقسم بكتاب الله صورة صورة وآية آية وحرف حرف أن هذا النزاع القائم بيني وبين السيدة أسماء قد انتهى. بخصوص النزاع القائم في موضوع الشقة أو المبلغ المالي أو المشكلة اللي احنا قاعدين عشانها بيتم التطرق إن أنا أقول لي بقى سعادتك اقسم بالله العظيم وبكتابه وبصوره آية آية وحرف حرف أن هذا الشخص المتنازع لدي أصبح حبيبي وأخي وصديقي ويجب علي أن أراعيه. يا جماعة بعد إذن حضرتكم السادة المحققين إخواننا الكرام بعد إذن حضرتك أنا ما جيش أحل مشكلة صغيرة اللي هي مشكلة ونزاع قائم بأن أقوم بارتكاب كبيرة من كبائر. لأن النهاردة أنا سعادتك وأنا لسه قائم في الجلسة العرفية أنا بحنس باليمين وهذا يمين غموس. يعني ايه يمين غموس النهارده؟ كبيره من الكبائر. أيوة. المفترض النهارده انا في مشكله بيني وبين الاستاذ اسماء فبالتالي بقول ان انا والله هذا كتاب الله وامام الله سبحانه وتعالى وشهوده ان انا حليت المشكله. شكرا. ايوه تمام. لا يجي حل يقول لي والله ده اخوك وابن امك وابوك. يا فندم انا ما فيش حتى النهارده بني ادم بيقدر يستعمل نفسه بالطريقه دي. هل انا وبعدين يجي يا فندم يقول له تصالح يبقى هم لسه حاطين ايديهم على كتاب الله كده وبيدار وشه وبيبوسوا. انا اسف في التعبير ده اللي بيحصل على الواقع. ده انت حنست بيمين الله هذا اليمين غموس وانت لسه واقف. يبقى ازاي النهارده انا النهارده جاي احل مشكله قد كده واخليه يرتكب كبيره من الجرائم. فانا عشان كده بقول وبنوه اساتذتنا واخواننا المحترمين الحكماء يا ريت يا ريت عند حلف اليمين ان يكون مختص بمشكله النزاع القائم بين طرفي ولا يتطرق لشيء اخر. معانا بعد اذن حضرتك عشان كده قلت اللهم بلغت اللهم فاشهد عشان دي انا جميل. حاجه لابد اقولها. معانا محمد من اسكندريه. اهلا بيك يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ محمد. والله انا ليا مشكله كنت عايز اتكلم معانا المستشار. سياده المستشار معاك سامعك اتفضل. اهلا بحضرتك مشرفني. الله يبارك لك. كنا كلنا ضيوف على اصحاب البرنامج. لا حضرتك احنا اللي ضيوف عند حضرتك. اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ محمد. طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. انا في اسكندريه في نجع العربي الجديد. تمام يا فندم. لي عقار اشتريته من واحد وبنيت عليه وسكنت اربع تنفار وسكن انا وعيالي. تمام يا فندم. جه دلوقتي عملوا لي تعدى على املاك الدوله حاكمين عليا ب 462 ألف سنة سجن. تمام يا فندم. فأنا عايز أترك المنزل أسلمه للدولة للسكان وأمشي أنا وعيالي. تمام. أنا عندي 65 سنة ما أقدرش أتحابس سنة. ربنا يديك الصحة يا فندم ربنا يديك الصحة. وما عنديش وراجل على المعاش ما أقدرش أدفع 462 ألف. فانا عايز اترك المنزل وامشي انا وعيالي اسلمه لمين في الدوله ويتنازلوا لي عن القضيه. تمام. طيب متشكرين لحضرتك وشكرا لاتصالك استاذ محمد. بصراحه هو السؤال حضرتك مع احترامنا وتقديرنا للسيد المتصل هو السؤال فيه خطا. لان ليه ما انا على راسي بس انا بس عشان يعني السؤال لابد يبقى ليه ادراك عشان اقدر ارد عليه صح. هو حضرتك قال ان الدوله محتاجه مني 400 وشويه. ده معناه
مدلول كلامه ان هو في حاله تصالح. اقول له الكلام اللي حضرتك بتقوله مش مرتب مع بعض، متناقض. ليه؟ لان ما فيش تصالح على املاك الدوله بالكم ده. نقدر نقول له ايه بمختصر الموضوع؟ ايوه ممكن هو عايز يفهم برضه يعني ممكن يكون وصل المعلومه مش مظبوطه، ولكن هو قصده في مجمل الكلام ان هو النهارده اشترى بيت من شخص ما، وهذا البيت تم مخالفته سابقا. فهو ما استلمه اصبح هو اللي في مواجهه القانون. تمام. وبناء عليه اللي هو قبل 22/7/2017 اللي القانون قال فيه ان في تصالح، فبناء عليه جت المبلغ ده كله. نقول له ايه حضرتك بقى؟ هو مش املاك دوله. لان لو تابع املاك الدوله في الصالح الا بشروط معينه ومستثناء. يبقى المفترض النهارده حضرتك قدامك حلين. المفترض انت بتدفع 25%. المفترض انت بترجع بالتصالح. طب من القائم باعمال المخالفه؟ لو ثبت ان مالك العقار هو اللي كان قائم باعمال المخالفه ساعتها وصدر هذا القانون، ولكن طيب. دي فيه مشكله في بقى حاجه. هو الراجل دلوقتي هنا بيقول انا ما معيش. ما هو انا معيش. ايوه بس ايوه يعني ما بقولهوش انا حاضر. لدرجه وصلت ان هو بيقول لك ان مفيش قانون تصالح اصلا بالمبلغ ده. لا مفيش قانون تصالح، يا فندم في حسب كم المكان. أيوة. مفيش تصالح في املاك الدوله بالكيفيه اللي الاستاذ عرضها. احنا بنقول التصالح ده عشان احنا بنصحح المعلومه اللي عليها. أيوة. لاننا قبل كده شرفنا مع حضراتكم وقلنا أيوة. ان املاك الدوله مفيهاش تصالح. احنا كده خدنا اتجاه تاني برضو. فيعني مش عايزين نطلع على الحلقه، نكمل بقى مع احترامنا وتقديرنا للساده المشاهدين. برضو هنوجه كلمه طيب. للاستاذ محمد ان هو برضو عليه يتوجه لمجلس المدينه الموجود يحاول يتواصل هناك ويحاول يعمل التصالح. وما فيش حاجه مستدعيه انك تسيب بيتك وتسيب مكانك. الحكومه ما بتجبركش على كده طالما في استعداد للتصالح. يا ريت حضرتك تكون سمعنا وربنا يعينكم ويعين الدوله ويعين البلد. تمام تمام. النقطه المهمه جدا بقى اللي عايزين نقولوها للناس. طيب انا النهارده حضرتك النهارده في تناقض في اللي حضرتك ممكن يكون في تناقض في اللي بتقوله. لا طب هل العرف ما دام ملوش لازم قدام القانون نروح؟ لا طب هل نلجأ للقانون؟ طب ما القانون في ناس بتقول لك ده بيطول. لا بنقول ان العرف بيعتبر جزء مكمل للقانون، لان النهارده الجلسات العرفيه ديت اغلبيتها بتنعقد بناء على وجود نزاعات قائمه بين الطرفين. طيب حلو بقى، انا عايز اوصل لاهم نقطه. ازاي اقنن واقدر اغتنم فرصه ان انا موجود في جلسه عرفيه، وبالتالي اغتنم الفرصه ديت ان انا حتى لو ما تمش فض النزاع استطيع ويكون لدي القدره ان انا استخدم الاداه اللي منحت لدي وهي الجلسه العرفيه في تنفيذ واثبات الصيغه التنفيذيه والصبغه القانونيه اللي ممكن الجا بيها للمحكمه، وبناء عليه تصبح الجلسات العرفية درجة من الدرجات المكملة والمتممة والمبدئة للمحاكم. ازاي حضرتك بقى؟ عندنا خطأ شائع بيحصل. السادة الأمناء بيقعدوا، مفترض أنا قلت إن في نزاع قائم بيني وبين الأستاذة أسماء، فالمفترض إن هو بيقول لك إيه؟ بيجيبوا محضر جلسة عرفية وبيمضي إيصال وبيمضي إيصال، ويقول لك إنه في يوم كذا كذا بمنزل السيد فلان الفلاني، أنا بقول بسرعة، بمنزل السيد فلان الفلاني وبحضور السيد فلان الفلاني رئيس جلسة عرفية. وبحضور احنا قلنا ان الجلسه العرفيه دايما وبدل ما تكون احاد تبقى احاد احاد طبعاً. يعني ايه سعادتك؟ يعني المفترض النهارده في رمانه الميزان اللي هو المحكم، والمفترض بقى انا في طريقين للجلسه العرفيه. اما يعني رقم فردي. نعم يا فندم. رقم فردي. رقم فردي عشان رمانه الميزان اللي هو الامين. ايوه ما ده لابد الفيصل. فانت النهارده في طريقين لاختيار الجلسه العرفيه، اما الامين بتختاروا الاطراف اللي قربت الخلاف او قربت وجهات النظر بين طرفين تداعي، وبناء عليه بيقول للطرفين اتفضلوا حضرتك كل طرف يجيب لي الاعضاء بتاعته الخاصين بيه. ودي بقى فيها مشكله. يقول لك اي ما هو رايح جايب ناس يا استاذي الفاضل، انا بروح اجيب ناس وحقي بيتاكل ليه؟ لان حضرتك بيقول الناس اللي معايا ما كانوش اقوياء والطرف الثاني اختار وجاب اطراف اقوياء. النقطه الثانيه والافضل بقى ان المفترض اما يكون في النهارده جلسه عرفيه وفي امين، المفترض ان انا اخلي الامين، ودي النقطه الاصح، ان انا اخلي الامين هو اللي يختار الاعضاء. ليه؟ عشان يكون في نزاهه للاعضاء، ما يكونش كل طرف من طرفي النزاع قادر ويعلم ان الشخص سيد فلان الفلاني قادر على الاستيعاب. يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الحن بحجته، ممكن يكون طرف الحن بحجته على الطرف الاخر، وبناء عليه ممكن ان هو يكسب ويفوز مع انه ممكن يكون الظالم. بس انا طب انا ليه حق اعترض مثلا على شخص معين؟ نعم يا فندم. ليه حق اعترض على شخص معين؟ ليك حق تعترض حضرتك على الشخص ده قبل ما هو احنا قلنا بقى دي الفرق، ان الجلسه العرفيه اختياريه وليست اجباريه. تمام احنا ده اللي حضرتك بس احنا عايزين نتكلم ان انا اثبت الورق. بس عشان وقت البرنامج بعد الفاصل هنكمل الحلقه. ماشي بعد الحلقه وتابعونا وهنكمل معاكم بعد الحلقه بعد الفاصل.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم بإذن الله حلقتنا. معانا ضيف الحلقة إبراهيم هيثم إبراهيم ووالده محافظة سوهاج. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. منورنا. تسلمي. إحنا دلوقتي أنا عرفت إن إبراهيم مصاب بالتوحد، وكنت شفت قبل الحلقة إبراهيم، يعني بصراحة أنا ما كنتش متخيلة من الوضع كده، وإبراهيم يعني هو دلوقتي هادي، يعني كان قبل الحلقة وقبل ما ياخد العلاج والمسكن كان وصل لحالة صعبة جدا، وإنه بيصوت وبيعيط جامد، وكان بيعض، وحضرتكم ما كنتوش عارفين إنكم تتحكموا في الوضع، فأنا أنا حابة حضرتك بقى تحكي لنا الموضوع. إحنا عايزينك تتكلم وتقول. أنا ما أعرفش بقى أحكي عن الأوتيزم كتير. ممكن أحكي عن الأوتيزم أو الكهرباء الزايدة أو الجلطة اللي كانت عنده في المخ. عنده مشاكل كتير جدا، لنا 9 سنين بنعالج فيه، ولفينا. انا جاي من بلدي من الصعيد متغرب عشان خاطر هو اساسا. انا مش جاي مثلا في البرنامج انا بطلب صدقه من حد او بشحت من حد، انا بناشد بس اي مسؤول، بناشد الرئيس يقف بحالتنا، يشوفنا، يشوف منظرنا. انا واخد شقه بالايجار ومواجيب بشويه خضار ببيعهم، والله الشقه ما فيها فرش. طب هو له اخوات تانيين غير ابراهيم؟ ليه 3 حضرتك، في 2 عندهم تقوص عايزين عظام، مش عارفه اعالجهم بسببه. يعني بسببه انا عرفت ان حضرتك اصلا، يعني انت قلت لي قبل الحلقه انا واحد متعلم حضرتك متعلمة. انا متعلم وزوجته متعلم بعد احترامي ليه لستك، يعني لا 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 احنا بلد واحده، بس كل واحد من عيله يعني. بس هو البلد واحده كده. هل هو اتولد تعبان ولا هو اتولد حضرتك وهو عنده 13 يوم جات له جلطه في المخ، وهو عنده 13 يوم، بعد كده كهرباء زايده، بعد كده في التهاب في الاذن، ما عارفينش ايه برضو المشكله بتاعتها. ايوه يعني كل المشاكل دي اللي عنده اساسا. هو دلوقتي طبعا في كهرباء زايده في المخ. هو حضرتك الحمد لله رب العالمين، هي انا كان معايا كتير. طب انت دخلته مكان من الاماكن اللي هي تبع حضرتك مدخله تبع التنميه الفكريه؟ ايوه والكلام تبع التضامن. تربيه فكريه، التنميه الفكريه عندنا في عين شمس. بقى له قد ايه التربيه الفكريه؟ بقى له بالظبط كده 2 في التنمية. بيتعالج بفلوس يعني ولا طبعاً. طبعا بفلوس. طبعا مقابل مادي يعني. طبعا. طب وفي نتيجة لده اصلا يعني؟ لا ما فيش اي نتيجة خالص نهائي. وبعدين حضرتك ما فيش اساسا. انا شفت يعني الوضع بصراحة صعب جدا. طب يعني انت طلباتك ايه؟ ايه اللي انت دلوقتي جاي النهاردة بتطلبه مثلا من سيادة الرئيس ووزيرة التضامن، وعايزين الناس اللي هم المسؤولين يتجاوبوا مع حالة ابراهيم؟ هي حالة انسانية طبعا، ويمكن احنا كنا عاملين الحلقه النهارده عشان خاطر ابراهيم على فكره. انا بناشد المستشار يعني متطوع معانا النهارده وجاي بيدعم ابراهيم. انا بشكر سياده المستشار. احنا بنتمنى من الله سبحانه وتعالى. والله بس يعني يصل صوت الاخ ابراهيم. ودايما يعني توجهات السيد الرئيس ان هو بيقف في ظهر وظل المواطن. تمام. فاحنا بنقول للداعمين يا ناس دي حاله استثنائيه. أيوة. الله يكون في عونه. أيوة. وفي عون الاخرين، ولكن القادر ربنا يوفقه يا رب. هو استاذ هيثم كل اللي محتاجه، كل الدعم اللي هو مش محتاجه، هو ما قالش انا عايز دعم مادي خالص، هو كل اللي محتاجه ان حد يتبنى حاله ابنه، ان هو يعالجه، ان ابنه هو بيقول لي انا مش عايز احسن حاجه في الدنيا، مش عايز ان انا ابني يكون معافى تماما، بس عايزه الالم اللي ابني بيتالمه وانا بتفرج عليه، انا مش ما هوش عارف يعمل له حاجه. هو الوضع فعلا لو حد شافه، هو دلوقتي اخذ مهدئ، الوضع كان صعب جدا. قبل الجلسه قبل الحلقه ما كانش في سيطره جدا والله. حضرتك شفت بنفسك. هو محتاج بس دكتور يدعم الحاله. احنا طبعا انتوا عارفين ارقامنا متواجده على الشاشه، طبعا اللي حابب يتواصل مع ابراهيم ومع والده الارقام بتاعتنا موجوده للتواصل مع الحاله، احنا نوصلكم بيه، ويا ريت يكون صوتنا مسمع، ويا ريت الناس اللي شايفه الحلقه تشير الحلقه. وفي اعاده بتبقى الساعه 2:30 بالليل او 2، هنشوف الميعاد وننوه عنه، ويا ريت الناس كلها تتواصل عشان خاطر ابراهيم ونعتبره ابننا ونكون معاه كلنا بندعم. بعد احترام لسيادتك انا بناشد فعلا، انا جاي من الصعيد عشان خاطره، انا سبت حالي وسبت الدنيا كلها في الصعيد وجاي عشان خاطره، ومش لاقي اي حد يدعم. جريت كتير، يعني جريت كتير على نفقة الدولة، جاي مصر عشان تعالج في القاهرة، لقيت العلاج بس ما فيش الامكانيات اللي انا اعالج بيها. ايوه انا لقيت الدكاتره بس ما فيش الامكانيات اللي انا اودي عند الدكاتره تاني. تعبت والله تعبت،
اي حد حتى يجي يعمل اختبار مفاجئ ليا، يبص في شقتي اللي انا واخدها بالايجار، يبص في المكان اللي انا فارش فيه في الشارع في عز الشمس، بنزل من بيت الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 2 بالليل وانا شقيان عشان خاطر امه، الله يكون في عونها الثانيه، الله يكون في عونها، هي قاعده برضه الثانيه، الله يكون في عونها. والله انا ما بشحت، والله ما جاي طالب صدقه من اي حد، لو علينا مش عايزين نقطع الحلقه، بس وقت البرنامج خلص للاسف. وبجد احنا نتمنى نكون معاكم دايما، ومتشكرين قوي لاستماعكم لينا، ولو في اي اتصالات اي حاجه عايزين تساعدوا بيها ابراهيم، ارقامنا موجوده على الشاشه واحنا نوصلكم بابراهيم. ونشكر سياده المستشار على وجوده معانا النهارده، ونتمنى الحلقه، احنا عارفين الموضوع كبير وعايز حلقات للاسف حضرتك ما شاء الله يعني مفترض نقول المعلومات، ولكن ابراهيم طبعا حاله استثنائيه، صاحب برنامج بندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقه وحد يعني. متشكرين قوي لحضراتكم، وان شاء الله انتظرونا في حلقه قادمه باذن الله. متشكرين.